أولا فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية لإسرائيل، جربت ذلك إيران في الأسبوع الماضي عندما قامت بهذه الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ الكروز ميسلز والبوليستيك ميسلز، ولكن يبدو بحسب ما يقوله رئيس الاستخبارات الأمريكية بأنه كان فشلا ذريعا من قبل إيران، لأن ما قامت به من الضربات ضد إسرائيل لم ينتج عنها ضرر. يعني هذه المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة أسقطت، عدد قليل منها وصل إسرائيل، البقية أسقطت في المناطق الأخرى بواسطة أجهزة الرادار، أجهزة الدفاع الأمريكية والبريطانية والفرنسية، بالإضافة إلى أجهزة الدفاع الإسرائيلية. إذن ما يقوله ويليام بيرنز رئيس الاستخبارات الأمريكية هو أن إيران فشلت فيما كانت تهدد، ويقول أيضا بأنه يبدو بأن إيران ليست لديها القدرات العسكرية التي كنا نعتقد في السابق بأنها تهدد الوجود الإسرائيلي، لأنه ما استخدمته في السبت الماضي يبدو بأنه لم يكن له أي تأثير كبير على إسرائيل. فقط 4 من أصل 330 هجوم، فقط 4 هجمات وصلت إلى إسرائيل وتسببت بأضرار طفيفة جدا. إذن هذه هي قوة إيران في المنطقة، والاعتقاد السائد بأن إيران ليست كما كنا نعتقد بأنها دولة قوية بإمكانها أن تهدد الكيان الإسرائيلي، هذا لم يحصل.